رسخت في بين مشاهد كثيرة جدا. بالمناسبة يمكن المتفرج يظن أنني من منطقة نلوي، أنا ورش صحيح نحن شمال، ولكن نحن في واقع الأمر شمال وجنوب. نعم. لأن النيل بعد ما يطلع فوق لأبو حمد ينزل نزلة كبيرة جدا. نعم. جنوب الغربي. فتبقى مروي فوق مننا. صحيح صحيح. لكن هي نفس المنطقة. نعم. منطقة الشايقية والبديرية والركابية. نعم. أنا أذكر من الطيارة شفت سيدة سايقة بنيتها والطيارة بتهبط سايقاها بإيدها وماشيين على طرف الشارع الأسفلت. نعم. وأذكر أذكر أيضا مجموعة ناس ماشيين. نعم. الإنسان في هذه البيئة دايما ماشي متحرك. نعم. حتى لو كان قاعد. وأتذكر واحدة كمان مع بنيتها قاعدين على طرف الشارع، أظنهم راجل لهم بص يمر. وطبعا شارع الأسفلت دي ظاهرة جديدة في هذه القرى. زمان كان عندنا حاجة يسموها درب المامور، اللي هو ده ما فيه سيارات، ده بيمشي الناس دايما راكبين حمير من حلة لحلة أو للسوق. لكن دلوقتي ده مظهر جديد. تغيير. وبعدين منظر غابات النخيل، أنا دائما تثير أشجاني غابات النخيل. نعم. وذكرتني المرة دي بمناطق في العراق. نعم. أو بالأحرى لما رحت العراق. نعم. لما كنت أزور جنوب العراق. نعم. مناطق النجف. نعم. والبصرة وكربلاء، كنت دائما أتذكر منطقة شمال السودان. أيوة. نعم. نفس الملامح، نفس البيئة. ربما عد لك الآن شيء من ملامح تلك المنطقة من الأخوة الكرام القائمين على أمر هذا البرنامج. وبلادي طبعا
النور طيب، لأن المنطقة دي حقيقة مؤثرة تأثير كبير جدا على أعمالك، نكهة التراب والحقول في كل مسر من مسارب الكلمات. أنا أود أن تعقد مقارنة صغيرة، يعني تكشف لنا ما هو التغير الذي حدث في هذه المنطقة. باتل ما في ما أكتب. نعم.